صبايا اليوم صار كتير نقاش طويل عريض على البطاطا المسلوقة أو نقول الكرات المحشية بالخليط اللي بدك إياه، بدك بجبنة، بدك بلحمة، بدك اللي بدك إياه، بدك بجاج اللي بدك إياه، لأنه العجينة هي نفسها نفسها نفسها. طيب أنا سلقت البطاطا، صدقيني من كتر ما شفت نقاشات أنا حبيت أفرجيك إياها عملية مشان أسهل عليكي الطريقة. أنا سلقت البطاطا، سلقت البطاطا ما بدي أسلقها أهرسة. شوفي البطاطا يعني في إلى قوام، يعني ما بدي أهرسها أنا أعجنها. بعدين سلقت رشة رز، رشة رزها، وحطيت المكونات اللي بدك إياها، في منهم بحطوا بقدونس، كزبرة، توم، اللي بدك إياها. أنا ما بدي أخليكي تتأيدي بإشي، أنت حسب ما بتحب عيلتك. طيب وأنا حطيت معلقتين كعك مطحون اللي بيسموه البقسماط. طلع هلا انت عم بتقول عجنت معها ولزقت بايدها، طيب ليش تلزق بايدك؟ ليش تلزق بايدك؟ طلع شلون انا عم بتلزق بايدي؟ انا هلا هاي بقدر اشكلها مثل ما بدي، تفضلي طلع. ومع ذلك انا هلا طلعي بايدي خلطتها مزبوط، وحطيت طبعا مكعب ماجي هون، وحطيت كزبره، حطيت كمون، انا هيك بدي اياها. بدي احشيها انا شوي لحمه وشويه جبنه كرافت، هاي الجبنه كرافت وموزاريلا وجبنه كيري بتصير. طيب انا هلا هاي طلعي ما احلاها، يعني انا استغربت شلون هاي بتقول ما نجحت معها وهي لزقت ليش؟ طلعي شلون متماسكه البطاطا، ها انا عملتها هيك، ما بدي ماكينه، ما في داعي لماكينه. طلعي ومع ذلك اذا لزقت معك انت جنبك الزيت، طلعي بتعملي هيك وعندك مي مبوزه جنبك، مي مبوزه جنبك. هلا انا تبعتي ما لها بحاجه، لانه يعني عرفاني انا كيف اسلق البطاطا والمكونات اللي احطها. طلعي ما احلاها، هلا لو عندي بقدونس كنت حطيت، بس انا ما عندي. وفجاه ها من كتر ما شفت الصبايا زعلت عليهم، هاي عم بتقول ما عم تزبط معها وهي ما عم تزبط معها، زعلت عليهم. شوفي هلا بدك تتمي تخلطيها هالشقف لتصير معك مثل هاي، شوفي مثل هاي. هلا فرضنا انا هاي هلا طلعي انا هلا بقدرها، بس بقدر اعملها واشكلها. طلعي بدك تعمليها هيك صح ولا لا؟ طلعي انت حطيتي هون الجبنه او اللحمه، سكرتيها، لتيتيها ببيض، وبعدين لتيتيها بالكعك المطحون، وخديها ريحيها بالفريزر، ريحيها شيء 3 ساعات 4 ساعات او لتاني يوم. تاني يوم فورا من الفريزر على القلي فورا، صدقيني لا بتفتح ولا شيء، ما معقول تفتح. طلعي هلا انا هاي بدي اخلطها تمام وده تصير كلها هيك، شايفه انا بس بدها صوص وبدها هذا، بشكلكم اياها وبفرجيكم اياها ما احلاها. طلعي طلعي ما احلاها، لا بتلزق ولا شيء، بس انت ما تسلقي البطاطا تخليها تشرب مي كتير. طلعي ما احلاها، شوفي لا حاجتني قبل ايدي مي ولا حاجتني قبل ايدي زيت، ومع ذلك حطي المي البارده جنبك وحطي الزيت جنبك. واهلا وسهلا فيكي، بعد شوي تابعين منكمل. فرجيتك شلون العجينه شلون عجنتها وشلون هلا عم بشكلها، شوفي بهالطريقه مثل الكبه تماما هيك، بتحبي ترققيها بتحبي تسمكيها على كيفك. بحط انا هلا هذا الموجود اللي عندي، شويه لحمه، هاي جبنه شيدر كرافت مثلا، كيري، هاي كيري، هاي كيري. وبعدين ايش بسوي؟ هلا انا ما عم تلزق معي، ما احتجت، حطيت الزيت والمي جنبي، بس انا ما احتجت بحطها على جنب. هلا هاي مثل الكبه تماما، بدك جبنه لحالها، بدك دجاج وفليفله، بدك لحمه، اللي بدك اياه انت. انا هذا المتوفر معي، اخذت من تبعت السمبوسك اليوم، بدي اعمل لكم سمبوسك بجبنه، وهي عم بحط انواع جبنه، هاي الشيدر وهي سكرتها. شوفي يا دوب ابلل ايدي مي وبكبسها مزبوط وبسكرها مزبوط مشان ما تفتح معي، مشان ما تفتح معي. طلعي هلا شوفي هاي الجبنه انواع ثلاثه، هاي محضرتها مشان سمبوسك الجبنه، انا بعمله بلفه مثل الرول، كثير مرتب وطيب. بحط جبنه كيري، جبنه سوريه كرافت،
السمبوسات انا ما عندي بقدونس، في منهم فضلوا بقدونس، في منهم بلحمه وقلوبات وبصل، في منهم ما بدهم بصل، هذا انت على راحتك، بس انا عم بعلمك تشكيل العجينه اللي بدك اياه انت احشيه، هذا ذوق شخصي. طيب انا هلا هدوليك حطيتهم شوفي انا ريحتهم بالفريزة لبين ما خلصت، هي كثير طريه، شوفي الفرق هلا بين هي وهي. ها طلع هي هلا انا مريحتها هي، لا لسه شوفي طريه لساتها، انا تركتها هي مشان اشكلها قدامي. طلع انا هدول كلياتهم عملتهم مشان اخذ راحتي وتصير مثل هي، شايفه طلع ايه بريحها بالفريزة. انا شد ريحتها هلا يمكن صلي نص ساعه عم بحكي معكم قبل بشوي، ريحتها تريدي ساعه تريدي ساعتين تريدي لبكره مثل ما بدك انت. انا هلا هون حاطه جريده، في منهم عم عايبوا علي انه عم بفتح جرايد، معلش اعذروني انا هيك ما بحب اوسع. ايه هذا البيض حطيت رشه فلفل وملح، هذا الكعك او البقسماط. شوفي ايش بسوي، انا بدي اوسخ الكف فرد مره، يعني ما كل وحده بوحدتها بدي اعمل، لا طلع شلون، ها طلع انا الصينيه نفسها حيطه نايلون، طلعي حطيتها هون محلها، ما بدي اوسخ انا عدت صويني، طلعي هيك بعملها مثل كره، شوفي لتاخذ كفايتها من الكعك، وبحطها هيك. هاي ثالثه بعملها هيك، شايفه بالاخير الجريده بلمها وبكبها. هي الصينيه كلياتهم على هالطريقه انا بدي اساويهم، وبعدين ايش بدي اعمل؟ بدي احطهم بالفريزر اريحهم 4 ساعات 5 ساعات لبكره لرمضان، انا هدول كل الاكلات عم بعمل لك اياهم لرمضان مشان تنبسطي عليهم. طيب انا بدي اغير شكل، مو بس بدي اقليهم، انا بدي اعمل صوص. انتم كلياتكم علمتكم الصوص البني والصوص الابيض نفس مكوناته، بس انا عندي خلطات مثلا سوائل باخذهم من السوبر ماركت بجربهم بحطها. شوفي هي الخلطه، طلع هلا ايدي وسخه صارت من الكعك، طلع عملتها هلا هي، شايفه شلون عم تمط، حطيت لها جبنه شيدر وهذا هلا فيها، وبحط هالجبنه تطلع ولا احلى، كتير كتير طيبة. بتريدوا يا صبايا ما تقلوا هدول الكرات، هدول على فكرة برز كمان بصيروا، حطيها بالفرن، حطيها الزبدة، سيحي زبدة وسقيها زبدة وشعلي النار من تحت وبعدين من فوق، انت بس طالعتيها حطي هالصوص هاد وحطي جبنة فوق كل وحدة ورشة بقدونس او كزبرة، صدقيني بطلع الطبق برمضان ولا اروع. بعد شوي رح احضر لك الطبق، انتظريني. اللي عم بتقولوا بتفتح، جد انا عملتها هلا، ها جد انا وقت اللي شفتكم انه عم تتناقشوا هذا قلت لحالي ما معقول، يعني انا شككتوني بطريقتي. فرج ها فرج، انا ما بحركها راسا مشان ما انكشه وتفتح، بستنى بعطيها بقدر تقدير انه عجب تأمرت شوي، بطلع هيك انا عم بطلع عليها. شوفي دقيقة هي بتستوي، طلعي ما بتاكل سوي كثير، طلع قربي قربي هيك قربي. صبايا اللي بتخاف مثلا تفتح، دهني بيركس زبدة أو سمنة، صفيهم وشكلهم كثير حلو، البيركس نفسه يكون مرتب، وبس تطالعيهم أنت اسقيها البشاميل، بتريدي أبيض بتريدي بني بتريدي تنكهيه مثل ما بدك، على طول تفنني أنت. ايه وحطي جبنه فوقها وارجعي سيحيها وقدميها، ما في احلى منها. انا ما بدي اخبي منظرها كله، بدي احاول انقط حواليها صوص. عندي ازين كثير، طبعا جبنه الشيدر شوفي ايش بتساوي انتي.